بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام بإذن الله في بيان هذه الروايات التي سأنقلها يدور حول محاور ثلاث. المحور الأول هو أن فضل الله عز وجل بلا حساب، وأن عطاءه عطاء مطلق. الإنسان المحتاج الفقير قد يهتم بما يعطي ويحاسب على ما يعطي، أما الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى أي شيء أبدا، فهذا لا فرق عنده بين إعطاء القليل والكثير. الإنسان قد يعطي حسب اختياره لبعض الأفراد، ولكن الله عز وجل يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله ومن لم يعرف. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، وكل هذا الكون، كل هذا المخلوق لا يسوى عند الله درهما أو شيئا. كل هذا الكون لا يسوى عند أمير المؤمنين سلام الله عليه جناح بعوض، مع أن أمير المؤمنين موجود، مخلوق، محتاج إلى الله، فقير إلى الله، عبد لله عز وجل. يقول هذا الكون وهذه الدراهم والدنانير كل شيء لا تسوى عندي جناح بعوض. فالله عز وجل الذي يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا الخلق العظيم الذي وصل إليه العلماء، علماء الأفلاك، إلى جزء منه، إلى جزء يمكن من مليار جزء أو أكثر، ويمكن كل هذا الجزء في السماء الأولى، أما السماوات الأخرى فالأمر عند الله عز وجل. فكل هذا الكون لا شيء عند الله. لماذا؟ لأن اللامحدود، المحدود لا يكون الصفر مقابله. يعني المحدود إيش قد ما يكبر، إيش قد ما يعظم، يكون الصفر أمام اللامحدود، وهذا أمر بين. فلذلك لو الله عز وجل تفضل بإعطاء جنة عرضها كعرض السماء والأرض لمن يصلي على النبي محمد، هذا عطاء كثير عند الله؟ ما يسوى شيء أصلا هذا أمر عند الله. الله يريد أن يعطي عباده بأدنى حجة. هو يعطي من لم يسأله، يعطي من لم يعرفه تحننا منه ورحمة، رحمته شملت كل شيء. ولكن إن فعل الإنسان فعلا صغيرة ولكن كان فيه الإخلاص ولم يرائي في ذلك الفعل، الله يريد أن يتفضل عليه بكل الدنيا وما فيها. لا، يعني ليس غريبا على الله عز وجل أن يعطي كل شيء. الله خلق جهنم، خلق من مخلوقات الله عز وجل. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. إيش قد ما يدير في جهنم من الكفار والمنافقين ومن يمكن عوالم أخرى الشياطين، فجهنم لا تمتلئ. فد مخلوق عظيم لله عز وجل، مع أن هذا المخلوق العظيم اللي هو جهنم مقابل عرش الله لا شيء، يمكن نقطة في بحر. إذن ما دام الله بيده كل شيء، فلا يستغرب أحدا أنه إذا علم وهدى شخصا بكلمة
علمه مسألة عقدية أخلاقية فقهية، أخذ بيده، قوى حجته على النواصب. لا يستغرب أن الله ببركة هذه الخطوة التي قد تكون صغيرة جدا، كلمة واحدة، يعطي له مليون مرة مثل ما كان معطي له على كل أعماله. هذا مو أمر غريب على الله، وليس شيء عند الله عز وجل. فإذن إن قيل بأن دمعة لأجل سيد الشهداء سلام الله عليه تطفئ نيران من غضب الرب وتوجب فرضا الخلود، إذا كانت هناك روايات في الجنة أن زيارة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بقوم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة، لا بأس بذلك. بيشكال يعني؟ يعني واحد يستغرب. أنتوا الآن إذا فد واحد يجي يحتاج إلى حصوات وأنتوا في صحراء، تطول حصوة أو مليون حصوة ما يفرق عندكم، لا شيء. أما ذاك يهتم به. الله عز وجل إنما يثيب ويعاقب لنا، إنما هو لا يحتاج لعبادتنا ولا يهمه ظلمنا، ما يتأثر. إذا واحد عبده أو إذا واحد جحده لا يتأثر الله عز وجل. فكل هذه الأمور افتتانات وامتحانات، والإعطاء الزائد فضل من الله. أنت يمكن تعامل شخص بعدل، يعني تعطيه حسب العدل، العدل يعني بالمقدار اللي يستحقه، ولكن الله عز وجل يعطي بالفضل. لا تحاسبنا بعدلك، حاسبنا بفضلك. لذلك الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كانوا يعطون ويبذلون ولا يخافون، يعطي ولا يخاف الفقر. إذا حاتم الطائي، هذا الرجل اللي كان كريم وليس بأكرم من الأئمة المعصومين قطعا، الذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم لأجل إنقاذ الشيعة، كما منقول في تاريخه أنه كانت له فرس، فذهب إليه أحد ليأخذ منه الفرس، كأنما فرس عربية أصيلة، فدخل عليه قبل أن يطلبه، قال له حاتم انتظر قبل ما تذكر لي حاجتك، أنا أدعوك على مائدتي، فأنت مسافر جاي. فأتى إليه بلحم، أكل اللحم. بعد ذلك قال ما الذي تطلبه؟ قال أطلب منك هذه الفرس. قال عجيب، يا ريت قبل الطعام كنت تقول، لأنه أنا في هذا اليوم ما كنت أملك أي شيء، ما موجود إلا هذه الفرس، ذبحتها لأجلك. يعني هكذا، فالنفس عالية، كرم غريب. طبعا الكريم يعني المرتفع، قرآن كريم، عرش كريم، الله كريم، حتى للكريم اللي يبذل يقولوا كريم لأنه نفسه مرتفعة، ما تهم أنه يعطي فلس أو فلسيان، يبذل، لذلك يقال له كريم. فالله اللي هو خالق الكرماء وخالق الكرم يتفضل. فلا غروة إن رأينا بأن كلمة واحدة توجب هداية الشخص، توجب من حيث الثواب مليون ضعف مما كان عليه من الثواب، كل عمل من الثواب، كما ذكرنا في الرواية السابقة وبعض الروايات اللي الآن نشير إليها. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة إلى بعض هذه الروايات، أن حسن الاختيار أمر مهم جدا، والإنسان له القوة العاقلة حتى يحسن اختياره للأمور، جدا مهم حسن الاختيار، سواء في الماديات سواء في المعنويات. يؤتى شخص فقير، إما أن تعطيه سمكة أو تعطيه شبكة، هسه هو يقول الآن أنا هاي السمكة موجودة أكلها أشبع، أم يأخذ السمك الشبكة وطول عمره بعد ما يجوع يصطاد بالشبكة سمكة دائما. هذا حسن الاختيار يدل على العقل، على وفور العقل، سواء في الماديات أو في المعنويات. في قضية نبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أنه جبرائيل أتاه كما في الرواية، هبط جبرائيل على آدم وقال إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها تلك الواحدة
ودع اثنتين. فقال آدم عليه السلام: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. فقال آدم: إني قد اخترت العقل. في روايات البحار بالنسبة إلى أن الله عز وجل يثيب بالعقل ويعاقب بالعقل، بك أثيب وبك أعاقب، قال له أدبر فأدبر، أقبل فأقبل. فقال جبرائيل للحياء والدين: انصرف ودعاه، اترك آدم. فقال: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال: فشأنكما وعرج. شوفوا حسن الاختيار، إذا كان يختار الدين زين، ما كان يحصل على العقل ولا الحياء، ولكنه اختار العقل فجمع الخير كله. أو مثلا المسلم عندما يختار الإسلام يختار إحدى الحسنيين. كانوا يذهبون المسلمون والكفار، الكفار يقولون: إما أن نخسر في الحرب أو نربح، فشأننا شأنكم أيها المسلمون، ما الفرق بيننا؟ إما نخسر أو نربح، أنتوا إما تخسرون أو تربحون وانتهى. قالوا: لا، المسلم كان يجيب بالعدم. لماذا؟ يقول: نحن لنا إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين، أنتم إن ربحتم فقد ربحتم، وإن خسرتم الحرب انتهت، إذا قتلت انتهى كل شيء بالنسبة إليك. أما أنا المسلم، إن قتلت فأنا الربحان، وإن قتلت فأنا الربحان، يعني لي الدنيا والآخرة. فالاختيار الحسن اللي يدل على العقل، كثيرا ما واحد في حياته اليومية يبتلى بالاختيار الحسن أو السيء، والفرص لا تعاد كثيرا طبعا، فواحد لازم حقيقة أن يحكم عقله ليختار. ونقلنا ومعروف قضية عبيد الله بن الحر الجعفي الذي ترك اختار السيء فخسر الدنيا والآخرة، حتى الدنيا ما راح. عمر بن سعد شنو اختار الدنيا ولم يأكل من حنطته، ما حصل شيء. إذا هم واحد يحصل متاع الغرور، متاع زائف، كذب، ما له واقع. هذا الأمر الثاني. أما النقطة الثالثة، إذلال أعداء الله أمر ضروري، كسر هيبة أعداء الله مما لا بد فيه في تقوية شوكة الإسلام والمسلمين. شوفوا، إذا ما ربينا أبناءنا على البراءة من أعداء الله، هذا يمكن يكبر ويشوف فلان كانت له فتوحات، كما الآن يحصل في كثير من البلدان اللي ما لهم اهتمام في جانب البراءة. أنت لازم تفلش البناء وتسوي الأرضية حتى تقدر تبني بناء جديد. لذلك في كلمة التوحيد اللي هي أعظم كلمة في القرآن الكريم، تبدأ بالنافي، تنفي الأنداد وتثبت الله الواحد القهار لا إله، تبدأ بالنافي، تنفي كل شيء أولا، بعد ذلك تثبت الله. ففي قضية إذلال الأعداء، كسر شوكة الأعداء، إذا واحد يبهر بالثقافة الغربية مثلا، هو مبهور بالثقافة الغربية أو مبهور بثقافة العامة والمخالفين، حقيقة مبهور، مثل منبهر يعني، مثل البعض أنا رأيته قال طبعا من رجال الدين ولكن متأثر بتلك الثقافة، قال: أنا لا أتوسل بالأئمة المعصومين ما دام الله موجود بيده كل الأمور. عجيب، رجل شيعي معمم واصل إلى درجة من العلم ولكن متأثر بتلك الأفكار الباطلة، لأنه كان فترة يدرسه عند أستاذ متأثر بالفكر العامي المنحرف. حقيقة، واللطيف أن أحد المستبصرين يقول أولا: أو آخر ما خرج من قلبي حب الشيخين، هذا آخر يعني بعد ما أنا مقتنع، ولكن آخر ما خرج من قلبي، وبعد ذلك أصبحت مستبصرا شيعيا متشيعا إلى 4 سنوات أنا ما أتوسل،
يعني كأنما عندي التوسل نوع شرك، مع أن التوسل هو الطريق إلى الله عز وجل، كما أن الصلاة إحنا نتقرب إلى الله بالصلاة، نتقرب إلى الله بالمعصومين وابتغوا إليه الوسيلة. يقول 4 سنوات أنا شيعي مستبصر ولكن لا أتوسل. فإذا واحد ينبهر بالعقائد المزيفة للعامة الذين يقولون بالتشبيه ويقولون يذهبون كثير منهم إلى الجابر، زين كسر شوكة الأعداء، هذا من البيوت. الواحد يعلم أبنائه على البراءة من أعداء الله، على البراءة من أعداء رسول الله، على البراءة من أعداء أهل البيت. هذه نقطة مهمة تشير بعض هذه الروايات إلى هذا الأمر. أيضا النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجامل الكفار، يسفه أحلامهم رأسا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يصرح أنتم وآلهتكم كلكم وقود جهنم، في جهنم. هذا شدة بالنسبة لإلقاء الحق، طبعا مع التعقلها وأنه بلا تعقله، لا كانت عين الحكمة فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. قابيل مثلا كان له مال، مفاتيح بيوت اللي كانت فيه أمواله رجال كانوا يحملون مفاتيح تلك القاصات مثلا على تعبير اليوم، هالمقدار تأثر به الكثير وقالوا إنه لذو حظ عظيم. مو حظ عظيم، بس إذا أما المؤمنون فماذا كانوا يقولون؟ أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا الأمور بيد الله، مو مهم واحد يكون صاحب مال في الدنيا. وأخيرا وصل إلى تلك المرحلة وقتل بدعاء النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذا قارون كان فالشخص مطرود في أعين الناس، ما كانوا يتأثرون بجماله بماله، منو كان يتأثر بقصور صدام لعنه الله؟ أحد يتأثر؟ لا ما يتأثر، يدرون هذا ظالم طاغية، ما يتأثرون به وإن كانت لهم مليارات. ولكن إن لم تنكسر شوكته فلا، يجعلون الثقافة الغربية كأنما هي ثقافة مهمة، يتأثرون ويقلدونها تلك الثقافة، وهذه الثقافة تسبب الدمار في بلادنا. وبعض المراجع مجبور يفتي بحرمة رؤية بعض الأفلام مثلا، لماذا؟ لأنها أثرت وسببت المشاكل الأسرية والزوجية. زين نشوف الروايات اللي بعض هذه النقاط مأخوذة من أو بيان لبعض هذه الروايات. وقال أبو محمد عليه السلام العسكري، قال الحسن بن علي بن أبي طالب، قال الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وقد حمل إليه رجل هدية، هدية، فقال له أيما أحب إليك، أن أرد عليك بدلها 20 ضعفا، يعني 20,000 درهم، اللي الهدية كانت 1,000 درهم، أنا أعطيك بدل هذه الهدية تهاد وتحب، أنا أعطيك 20,000 درهم، هذا اللي تريده، حسن الاختيار، لاحظوا، أو أفتح لك بابا من العلم تقهر فلانا الناصبي في قريتك، أكو فد واحد ناصبي في قريتك تقهره، تنقذ به ضعفاء أهل قريتك ليتأثرون به، إن أحسنت الاختيار جمعت لك الأمرين، وإن أسأت الاختيار خيرتك لتأخذ أيهما شئت. أنت بعد شوف تريد 20,000 درهم أو تريد باب من العلم، مسألة علمية. فقال يا ابن رسول الله، هذا هم كان ذكي، شاف هو ما يقدر يحسن الاختيار، فسأل أنه أنت شنو تنصحني؟ فقال يا ابن رسول الله، فثوابي في قهر ذلك الناصب واستنقاذي لأولئك الضعفاء من يده قدره 20,000 درهم، يعني يعادل 20,000 درهم، يؤكثر يؤقال، هو ما تمكن أن يستوعب علمه.
قال أكثر من الدنيا 20,000 مرة، 20,000,000 مرة أكثر من الدنيا، مو 20,000 درهم. قال يا ابن رسول الله فكيف أختار الأدون؟ بل أختار الأفضل. الكلمة التي شنو الأفضل؟ الكلمة التي أقهر بها عدو الله وأذوده عن أوليائه، يعني أدفعه عن أوليائه. فقال الحسن بن علي عليهما السلام قد أحسنت الاختيار. زين، هو صعد ولكنه بالنتيجة قبل ذلك. قد أحسنت الاختيار، وعلمه الكلمة وأعطاه 20,000 درهم. علمه الكلمة وأعطاه، يعني جمع الخيرين، مو فقط أنه علمه وقال للآخرة، لا، في الدنيا هم لك نصيب. فقال الحسن بن علي عليهما السلام قد أحسنت الاختيار، وعلمه الكلمة وأعطاه 20,000 درهم. فذهب فأفحم الرجل، أسكته، انكسرت حجته. فاتصل خبره، يعني خبر الرجل به، يعني بالإمام، يعني الإمام سمع خبر الرجل، كأنما انتشر في القرية أن فلان الناصبي أفحم على يد هذا الموالي. فقال الإمام له حين حضر: يا عبد الله، ما ربح أحد مثل ربحك، ولا اكتسب أحد من الأوداء، يعني المحبون، يعني أنت كسبت من المحبين، من الذي يحبك الآن يودك، ما كسب أحد مثلك، ولا اكتسب أحد من الأوداء مثل ما اكتسبت. ما الذي اكتسبته أنت؟ مودة الله أولا. في قضية أنقلها إن شاء الله بمناسبة أخرى، أن الإمام السجاد سلام الله عليه قال، كان يدعو: يا الله بحبك إياي، بحبك إياي. منو يقدر يضمن أن الله يحبه؟ أنا أحب الله زين، بس منو قال الله يحبني؟ مثل الإمام يقدر يضمن. بحبك إياي إلا سقيتهم الغيث. في رواية مفصلة انقطع المطر والناس في طريق الحج، فدعوا، الإمام كان قاعد، اجوا ما يعرفون الإمام، قال اتهم ادعو عليك سماء الصالحين، هكذا دعا: يا رب بحبك إياي إلا سقيتهم الغيث. فأتت الغيوم ونزلت الأمطار، هطلت الأمطار. من أنت؟ عيسى أو مثل عيسى؟ قال لا، أنا عابد من عباد الله. زين، ولكن من يعلم ويفحم حجة ناصبي يكون هكذا، يحبه الله إذا كان بإخلاص بلا رياء. مثل ما اكتسبت مودة الله أولا، ومودة محمد وعلي ثانيا، ومودة الطيبين من آلهما ثالثا، ومودة ملائكة الله تعالى المقربين رابعا، ومودة إخوانك المؤمنين خامسا، واكتسبت بعدد كل مؤمن وكافر. كم مليار من النسمة من زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا؟ عشرات المليارات، مئات المليارات، ما أدري. واكتسبت بعدد كل مؤمن وكافر ما هو أفضل من الدنيا 1,000 مرة، فهنيئا لك هنيئا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا، عطاء الله غير محدود، إن عطاء ربك لم يكن محظورا، يعطي الله، فمو هذا مو شيء عند الله أصلا، ما يسوى عند الله، خل يعطي أكثر من هذا. كثيرا ما بمقدار فهم السامع الإمام كان يتكلم، ما يستوعب أن زيارة الرسول، زيارة سيد الشهداء تعدله حجة. قالت حجة، قال حجتين، حجتين، ثلاث حجج، ثلاث حجج كانت تستشكل تلك، إلى أن أوصل إلى 10. هسه مو في بالي قص الرواية، فيعني الإمام كان يقول بمقدار فهم المستمع، ولا الأكثر من ذلك قطعا. وقال أبو محمد عليهما السلام، قال جعفر بن محمد عليهما السلام: من كان همه في كسر النواصب. شلون يكسر النواصب؟ يعني يظهر نقاط ضعفهم، يوجب الانكسار لهم، في كسر النواصب عن المساكين،
يعني عن عيون المساكين من شيعتنا الموالين. لماذا يكسر النواصب؟ يعني هذا الناصبي ليكون له اعتبار عنده، يشوف هذا الناصبي في خزي في ضعف. الإنسان ما يتبع الضعيف، يتبع القوي. شوفون إذا فد واحد إجا صار رئيس مجلس مثلا الوزراء، هذا مرة ثانية الناس ينتخبوا لأنه قوي، بس إذا صار ضعيف سلبته محاسن نفسه، إذا صار قوي أعارته محاسن غيره، هكذا. فأنت كسر هذا الناصبي حتى الناس اللي يتبعوا. من كان همه في كسر النواصب عن المساكين من شيعتنا الموالين حمية لنا أهل البيت، حتى يحافظ على وجودنا في قلوب هؤلاء الشيعة ويحمي عنا. أقول خلافا لمجموعة اللي الآن دي يتأثرون إما بالغرب وإما بالعامة، ماكو هذا الشيء، ماكو هذا الانكسار في عيونهم. فلان كانت تدرس في أحد البلاد الإسلامية الشيعية وتقول بأن عمر هذا فاتح إسلامي، وهي شيعية، فاتح إسلامي بالنتيجة إلى فتوحاتها وإلى وإلى وإلى. بل يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوارهم يعني عيوبهم، ويفخم أمر محمد وآله، يعظم أمر رسول الله، يعظم أمر أهل البيت. جعل الله تعالى همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره. الله يمكن هو يباشر كن فيكون، ولكن هناك تشريفات، يعني تشريفات إلهية، أنه أملاك الجنان يبنون قصوره. الأملاك هو الله عنده أملاك، ولكن أملاك هم في الجنة يديرون شأن الجنة، هؤلاء يبنون قصوره ودوره. يستعمل يعني يعمل عنده، يأخذهم عمال عنده. يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكا. هذول كلهم أجراء عنده يأجرهم. قوة كل واحد يفضل عن حمل السماوات والأراضين، مو ملائكة من الملك، لا لا، هذا من ضخام الملائكة إن صح التعبير. فكم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين. قد يبنوا له ما يعرف إلا الله عز وجل. وقال أبو محمد عليه السلام، قال علي بن موسى الرضا عليهما السلام: أفضل ما يقدمه العالم، يعني يقدمه ليوم القيامة من الدنيا للآخرة، يقدمه العالم من محبين وموالين أمامه ليوم فقره وفاقته، يعني فقره وحاجته وذله ومسكنته، أن يغيث في الدنيا مسكينا من محبين من يد ناصب عدو لله ولرسوله. إن فعل هذا فما هو جزاؤه؟ يقوم من قبره والملائكة صفوف من شرفير قبره إلى موضع محله من جنان الله، يعني إلى الجنة، إلى قصوره في الجنة، الملائكة واقفين صف، فيحملونه على أجنحتهم يقولون له: مرحبا طوباك، يعني طوبى لك. طوبى خب اسم الجنة، طوبى أو اسم شجرة في الجنة اسمها طوبى، طبعا هو طوبى مؤنث أطيب، أفعل التفضيل يعني السعادة، الخير، الحسن. بس المقصود بتلك الشجرة التي أغصانها في الجنان، أو أصلها في الجنان وأغصانها في الدنيا، أو لا يعني في الجنة. طوباك يا دافع الكلاب. الناصب في الروايات أسوأ من الكلب والخنزير. يا دافع الكلاب عن الأبرار، يعني عن الصادقين. ويا أيها المتعصب للأئمة الأخيار، يعني الشديد الغيور المتعصب، تعصب له أي نصره من يد
مقابل أعدائه، والعصابة ما تشد به الرأس. ويا أيها المتعصب للأئمة الأخيار، هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.